بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ناصر المجاهدين ومذل المستكبرين. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. والصلاة والسلام على نبينا المجاهد الشهيد وعلى آله وصحبه ومن جاهد جهاده، وبعد. يا أبناء شعبنا العظيم المجاهد الأبي الصابر الذي يقاتل أنذل وأنجس من أنجبت البشرية، يا كل أحرار العالم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نخوض لليوم 36 معركة طوفان الأقصى، التي بدأت بتمريغ أنف الكيان الصهيوني وجيشه الهمجي في 7 أكتوبر، الذي شهد ملحمة تاريخية خالدة لن تمحوها جرائم المحتل النازي البشع، الذي يحاول منذ 5 أسابيع غسل عاره وهزيمته المدوية بسفك دماء آلاف الأطفال وآلاف النساء والأبرياء، وبقصف المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس والبيوت المدنية. إن ما يحدث في غزة اليوم على الأرض في العدوان البري العسكري الصهيوني هو أن الآلة العسكرية الصهيونية الأمريكية الغاشمة المزودة بمئات آلاف الأطنان من المتفجرات تقوم بالدك والتدمير التدريجي ل100 متر أمامها بكل أشكال القصف الهمجي بالطيران الحربي الذي لا يفرق بين مدني وعسكري، علّه يغطي على حالة الرعب التي يعيشها الجنود الصهاينة المتحصنين في دباباتهم. ثم تتقدم الدبابات فوق الدمار، لكنها تواجه بالرغم من ذلك بمقاومة عنيفة واشتباكات ضارية تجبره على التراجع وتغيير مسارات التوغل. ويخرج مجاهدون للعدو من تحت الأرض ومن فوقها ومن تحت الركام في كل شبر يتقدم فيه، فيدمرون دباباته ومدرعاته وجرافاته، ويدكون أماكن تحصن جنوده على طول مسار التوغل وأماكن التحشد، في مواجهة غير متكافئة لكنها تخيف وترعب أعتى قوة في المنطقة وتكبدها أثمانا باهظة. إن المجازر المروعة التي يرتكبها العدو أمام العالم من قتل الأطفال والنساء والمدنيين وقصف المشافي والمرافق هي الإنجاز الوحيد للعدو في هذه الحرب، وهي تعبر عن رغبة قيادة العدو الفاشلة والمهزومة في العقاب والانتقام السهل والمريح، وإرضاء رغباتها المرضية والسادية باستدعاء صورة نصر لجبهتهم الداخلية على بحر من دماء الأبرياء. يا جماهير شعبنا وأمتنا، ويا كل من يسمعنا في العالم، إننا في هذا الصدد نعلن بعون الله أننا وثقنا حتى الآن تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية صهيونية، تدميرا كليا أو جزئيا منذ بدء العدوان البري للعدو، منها أكثر من 25 آلية خلال 48 ساعة الأخيرة. كما ينصب مجاهدون الكمائن للقوات المتحصنة في البنايات المهدومة والأماكن المستهدفة والأرض المحروقة، ويستهدفون تحشدات القوات الراجلة بالقذائف والعبوات المضادة للأفراد وبالمسيرات المفخخة وبقذائف الهاون. ولا زال مجاهدونا في العقد القتالية يتربصون بجنود العدو وآلياته ويهاجمونها في كل ساعة، ونؤكد بأن غزة ستكون ساحة لقتال جنود العدو الغزاة، ولن يهنأ الاحتلال الذي يعرف غزة جيدا، لن يهنأ بيوم أو ساعة من الهدوء بإذن الله،
بل سيدفع أثمانا كبيرة وغير متوقعة بعون الله وقوته. يا أبناء شعبنا العظيم، إن الألم الذي يعترينا وأهلنا بما يرتكبه العدو من جرائم بشعة لن يغطي أمام العالم حقيقة الكبرياء والعزة التي تجللكم وسط هذا الخذلان ووسط هذا العدوان. فأنتم الطائفة المنصورة التي لا تزال ظاهرة على الحق طاهرة للعدو، وأنتم الذين اصطفاكم الله بخير الرباط على سواحل عسقلان وما حولها، وأنتم الذين تحملون لواء القتال والجهاد في وجه أعداء الله قتلة الأنبياء إخوة القردة والخنازير. فكونوا على ثقة بربكم أنه لن يخذلكم، وأن النصر مع الصبر، وأن التضحيات العظيمة التي يقدمها مجاهدونا وشعبنا هي مقدمة لنصر عزيز مؤزر وفرج قريب بعون الله. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.